هذا واختتمت أعمال المؤتمر 14 للأمن الإقليمي حوار المنامة والذي استمر لمدة 3 أيام على التوالي بمشاركة وفود رسمية رفيعة تضم وزراء دفاع وخارجية ومستشاري أمن قومي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط والعالم بتنظيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ووزارة الخارجية. وناقش المؤتمر في هذه النسخة قضايا تتعلق بالسياسة الأمريكية في الشرق أوسط متغير والصراع والدبلوماسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مواضيع حول تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط والأمن والتنافس في منطقة القرن الإفريقي. كما تضمن المنتدى كلمة خاصة حول سياسة الاتحاد الأوروبي وأمن الخليج، بالإضافة إلى الجلسات الخاصة على هامش المنتدى والتي تضمنت العديد من المواضيع حول التحديث والتصنيع الدفاعي في الشرق الأوسط وأمن باب المندب والتهديدات السبرانية والدفاع السبراني والطاقة النووية وعدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. واختتم حوار المنامة آخر جلساته بجلسة حول المصالح المشتركة بين آسيا والشرق الأوسط. هذا وأكد المشاركون في حوار المنامة على أهمية المؤتمر للنقاش الاستراتيجي حول أهم القضايا التي تشغل الساحة الدولية والإقليمية.